مشاهدينا الكرام، مساء الخير. أخبار الثامنة من قناة الموريتانية وأبرز عناوينها الليلة. خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من فخامة رئيس الجمهورية. في سياق الأنشطة المخلدة لليوم العالمي للرياضة، اللجنة الأولمبية الموريتانية تنظم أنشطة رياضية متنوعة. وفي ملف النشرة لهذه الليلة تتابعون زيارة وذيب، حصيلة وآفاق. أهلا بكم إلى التفاصيل. بعث رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز برسالة إلى خادم الحرمين الشريفين صاحب الجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية شقيقة. وقام بتسليم الرسالة وزير الاقتصاد والمالية سيد المختار اللاجاي خلال استقبال خصه به العاهل السعودي صباح اليوم بمكتبه في قصر اليمامة بالرياض. كما قام الوزير بنقل تحيات رئيس الجمهورية إلى خادم الحرمين الشريفين الذي حمل الوزير تحيات جلالته إلى فخامة رئيس الجمهورية. وحضر الاستقبال وزير الداخلية السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء ورئيس الديوان الملكي خالد بن عبد الرحمن العيسي ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبد مدنى. خلدت اللجنة الأولمبية الموريتانية اليوم العالمي للرياضة تحت شعار الرياضة في خدمة التنمية والسلم. وشمل برنامج هذه التظاهرة تنظيم أنشطة رياضية متنوعة في كرة القدم وبعض الرياضات الأخرى ومحاضرة حول دور المال في تنمية الرياضة. تحت شعار الرياضة في خدمة التنمية والسلم خلدت اللجنة الأولمبية الوطنية اليوم العالمي للرياضة الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة في العام 2013 ليصادف 6 أبريل كل عام. وبتخليد هذا اليوم فإننا نخلد فضائل الرياضة التي تساهم في التقريب بين الشعوب بغض النظر عن اختلافاتهم السياسية والدينية والعرقية. وستقام بمناسبة هذا اليوم عروض لمختلف الرياضات القتالية وبمباراة لكرة القدم، كما ستقدم محاضرات بهذه المناسبة. المدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة سيد جاغان عليو تاهيرو أكد في كلمة له بهذه المناسبة أن تخليد هذا اليوم يدخل في صميم اهتمامات رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز الرامية إلى خلق رياضة قادرة على التنافس الإيجابي في المحافل الدولية. برنامج الأنشطة المخلدة لهذا اليوم شمل محاضرة حول دور المال في تنمية الرياضة وتعزيز الاحتراف لدى اللاعبين، قدمها عضو المكتب التنفيذي للجنة الوطنية الأولمبية السيد عبد الله ناجي. رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية الدكتور محمد محمود لماه أشرف ضمن فعاليات تخليد اليوم العالمي للرياضة بملعب المرحوم شيخة والبيدية في العاصمة نواكشوط على فعاليات رياضية متنوعة شملت عروضا مختلفة في الرياضات القتالية، خاصة منها الكاراتيه، الجيدو، الوشو كينغ فو والمصارعة التقليدية. عروض نالت استحسان الحضور وتفاعل معها المشاركون. كما أعطى بذات الملعب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية إشارة انطلاق مباراة في كرة القدم جمعت بين فريقين من فرق الأحياء الشعبية بالعاصمة. المباراة اتسمت بقدر كبير من الندية وأظهرت مستوى فني رفيع للاعبي الفريقين. ختام الفعاليات المخلدة لليوم العالمي للرياضة تميزت بتقديم جوائز تشجيعية وميداليات وكؤوس للفرق الفائزة في المنافسات الرياضية المتنوعة التي شملها هذا اليوم. وفي المجال الرياضي دائما احتضن الملعب البلدي بمقاطعة تيارت وقاع انطلاق البطولة الجهوية لكرة القدم على مستوى الولاية الشمالية. قد تميز انطلاق هذه التظاهرة الرياضية المنظمة من طرف العصبة الجهوية لكرة القدم بولاية نواكشوط الشمالية بتقديم معدات ولوازم رياضية متنوعة للفرق الستة المشاركة في هذه البطولة. طيلة شهر كامل ستتنافس 6 فرق رياضية ضمن فعاليات البطولة الجهوية الموسمية لكرة القدم المنظمة من طرف العصبة الجهوية لكرة القدم على مستوى ولاية نواكشوط الشمالية. في إطار السياسة العامة للدولة الداعمة للشباب بصفة عامة وقطاع الرياضة، اشرفنا اليوم على افتتاح البطولة الجهوية لكرة القدم ممثلا
لسيادة وادي نواكسوط الشمالية، وفي هذا الإطار ندعم ونشكر الأندية المشاركة في هذه البطولة من مقاطعات الثلاثة المكونة لولاية نواكسوط الشمالية. الفرق المشاركة في دورة 2018 من البطولة الجهوية لولاية نواكسوط الشمالية ستجري كل واحدة منها 5 مباريات طيلة أيام البطولة. لا شك أعلن هذه اللعبة أصبحت ركيزة من ركائز الاقتصاد العالمي، لذلك لاحظتم في السنوات الأخيرة هذه الجهود الجبارة المبذولة من طرف الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، والتي طبعا من وراء ذلك دعم رئيس الجمهورية فخامة الرئيس محمد بن عبد العزيز لتلك الجهود. لهذا فإننا اليوم نفتتح هذه البطولة في الإطار نفسه، وسنقدم بعض المستلزمات الكروية لدعم هذه الأندية، والتي نرجو أن يساهم ذلك في تطوير لعبة كرة القدم الموريتانية. المباراة الافتتاحية لهذه البطولة جمعت بين فريق العالم الرياضي من مقاطعة تيارت ونظيره فريق النجم الذهبي من مقاطعة تجنين. هذه البطولة تضم 6 فرق من المقاطعات الثلاثة، وتدخل في إطار تصفيات، والحمد لله تمنين إن شاء الله جميع اللاعبين الفوز والنجاح. مشاركين في هذه البطولة اللي تضم 6 فرق، واليوم مباراة الافتتاح، نتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة، ونحن معتمدين على فريق شباب النادي ومن بعض من أهل الخبرة، نتمنى إن شاء الله نتوفقوا في البطولة ونتأهلوا للدور المقبل. طرفا نهائي هذه البطولة سيتأهلان إلى دور الدرجة الثانية خلال الموسم القادم. مشاهدينا، نشرتنا متواصلة، وفي ملفها لهذه الليلة تتابعون زيارة وذيب حصيلة وآفاق. أهلا بكم جديد. بمناسبة اليوم العالمي لليتيم، نظم نادي رائدات الأعمال الخيرية مساء أمس في العاصمة نواكشوط حفل عشاء لعدد من الأيتام والأرامل من الأسر الأكثر فقرا ومن أحياء متعددة من العاصمة. وقد تخلل الحفل كلمة لرئيسة النادي السيدة زينب بنت الخليفة، التي أكدت على حرص النادي والقائمين عليه على إدخال البهجة والسرور إلى قلوب هذه الفئة الضعيفة من المجتمع ولفت الانتباه إليها لأنها تحتاج العون الدائم، كما عددت تدخلات النادي الخيرية في مجالات أخرى كالسقاية وتنظيم استشارات طبية مجانية في مختلف التخصصات. تخلل الحفل ألعاب ترفيهية للأطفال المستهدفين بهذا النشاط وعشاء جماعي للأطفال وذويهم في جو اجتماعي، حرص من خلاله القائمون على هذا النشاط على إبراز الجانب الاجتماعي والإنساني لهذا النشاط. اختتم الحفل بتقسيم مجموعة من الهدايا وألعاب على الأطفال الأيتام وذويهم. وبمناسبة اليوم العالمي لليتيم، كذلك نظمت جمعية بسمة وأمل مساء أمس بمقاطعة الإقصر حفلا لصالح الأيتام المكفولين من طرف الجمعية. تم خلال هذا الحفل تكريم العديد من الموهوبين في عدة مجالات، منها حفظ كتاب الله العزيز والمعلوماتية والرياضيات، كما تم تقسيم عدد من الهدايا النقدية والألعاب والحلويات على العديد من الأيتام، وذلك بحضور العديد من الناشطين في عمل الجمعية فضلا عن ذوي الأطفال. مشاهدينا، نواصل هذه النشرة بعد فاصل قصير. الملفات الإخبارية تتابعونها كل أسبوع في نشرات الأخبار على قناة الموريتانية. علاقة ضاربة في القدم تلك التي تربط الإنسان الموريتاني بالتجارة، حيث شكلت على مر العصور النشاط الأكثر ممارسة من طرف السكان، واقع تعكسه بجلاء الملامح العمرانية للعاصمة نواكشوط، حيث تنتشر المحلات التجارية في الأحياء السكنية وعلى الشوارع الرئيسية. يوميات العاصمة، هجرة من الأطراف إلى الوسط، ووجود مكثف للسيارات والمارة في حيز معين نظرا للارتباط بعديد المؤسسات العمومية والخاصة المتواجدة في الموقع. وأمام هذا الواقع تشكلت ظواهر عديدة، من بينها ظاهرة توقف السيارات وما يترتب على ذلك من أشياء أخرى.
معالجة مهنية لمواضيع مهمة تأتيكم ضمن الملفات الإخبارية كل أسبوع. أهلا بكم من جديد. يعزف العديد من المواطنين عن استهلاك مادة السمك ويفضل تناول اللحوم الحمراء عليها، ويأتي هذا العزوف عن استهلاك هذه المواد نتيجة العديد من المعتقدات وارتباط الإنسان بالبيئة البدوية رغم الفوائد الصحية لهذه المادة. إذا كانت موريتانيا تتوفر على ثروة حيوانية تعد من أكبر الثروات الحيوانية في المنطقة، فإن لها أيضا شاطئا بحريا يعد من أغنى الشواطئ في العالم بالأسماك المتنوعة. إلا أن الغريب في الأمر هو ارتباط الموريتانيين الوثيق بشكل عام مع استهلاك اللحوم الحمراء وعزوف نسب معتبرة من الساكنة عن استهلاك مادة السمك رغم الفوائد الصحية لهذه المادة وخطورة التناول المفرط للحوم الحمراء. إلا أن المواطنين يرون أن أسباب هذا العزوف فرضتها معتقدات متوارثة من أبرزها طبيعة المجتمع البدوي الذي ارتبط كثيرا باللحوم الحمراء أكثر من ارتباطه بالبيضاء. عزوف الموريتانيين عن استهلاك السمك صلا عائد لعدة مسائل، واحدة منها عنه صلا الموريتانيين البدو يبغوا لا اللحم والرويات اللي هي يغير اليوم بدت الناس توعى، بدوا الأطباء يعدوا مقابلات على التلفزيون يوضحوا فوائد السمك، وبدت الناس تقبل عليه، وهنا اقبال كثيره للسمك، الناس حاله تعمل السمك لباس لما رسمته فم اقبال جيد شيء ما على السمك، بدت الناس تفهم مخاطر اللحوم الحمراء اللي تمانع عليها، وبدوا يتجهوا شور الاسماك. لحم السمك حسب ظني يعني ما شفت فيه ذوك واجود بعد من اللحوم الحمراء، وبالنسبه للحد يسمع لي انا اشبه فيه اللحوم البيضاء باللحوم الحمراء. يلا يعود اللحوم الحمراء تعود عندها نهار خاص، واللحوم البيضاء هي تعود اشبه استهلاكات لما انها هي احسن. ورغم ذلك بدأت العقلية تتغير شيئا فشيئا لدى البعض، حيث أصبح المواطنون يقبلون على الأسواق للحصول على أنواع السمك التي يشمع الجميع على فوائدها الصحية. فوائد الصحية الحوت صحيح، اللحم البيضاء الناس كاملة متوقع لأنها صح من اللحم الحيواني، قال الحيوان مولي موريتاني قاع ما قد تصيب عنه وقت من الأوقات، كامل الوتات اللي تراعي بها هام ويشري أكثر تواجدها للحيوان من الحوت. الحوت بارك الله الناس شبه له قاعد تستخدم الحوت به اللي صحته فهمت من اللحم فهمت، عاد يدوروا شي الناس عاد يدوروا شي يكوانو هان الشعب الموريتاني شبه لهم الحوت وصحته وصحيح ما شاء الله تبارك الله وصح كامل اللحم ودم الذبيحه كامله ما يوعد شي حوت ما شاء الله راي هون معرم استخدامه زين وفي الصحة في فيتامينات واحدة. ومن شأن هذا الإفراط في استهلاك اللحوم الحمراء أن يؤدي إلى انقراض وتناقص الثروة الحيوانية، وهو ما تتخذ السلطات المعنية الإجراءات المناسبة له، وذلك من خلال التوقف عن الذبح يومين في الأسبوع، ضف إلى ذلك السياسة المتبعة من قبل الحكومة في تشجيع الموريتانيين في مختلف أنحاء الوطن في إدخال مادة السمك في النمط الغذائي اليومي إلى جانب اللحوم الحمراء باعتبارها ذات قيمة غذائية كبيرة وانعكاس إيجابي على الصحة. أدى رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز زيارة تفقد لمدينة واذيبو، اطلع خلالها على التحولات الكبرى التي شهدتها المنطقة الحرة في مختلف مجالات الحياة، كما أشرف على فعاليات انطلاق النسخة الثانية من منتدى استثمر بنواذيبو 2018 المنظم هذا العام تحت شعار دور الخدمات اللوجستية للموانئ في تطوير قطاع الصيد البحرية. زيارة رئيس الجمهورية لعاصمتنا الاقتصادية الحصيلة والآفاق في الملف التالي. هنا بمطار نواذيبو الدولي بدأت وقائع الزيارة التي أدها رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز إلى مدينة نواذيبو لافتتاح منتدى استثمر في نواذيبو 2018، وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله لعاصمتنا الاقتصادية السلطات الإدارية والعسكرية والمنتخبين، فضلا عن المسؤولين السامين بمدينة نواذيبو خاصة بسلطة منطقة نواذيبو الحرة والشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم.
وقد أعطى رئيس الجمهورية بقطعه الشريط الرمزي إشارة انطلاق المنتدى استثمر في نواذيبو 2018 المنظم من طرف سلطة منطقة نواذيبو الحرة تحت الشعار دور الخدمات اللوجستية للموانئ في تطوير قطاع الصيد البحري، وذلك بعد النجاح الباهر الذي عرفته النسخة الأولى 2017 من خلال الحضور المتميز للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب. رئيس الجمهورية خلال زيارته للمعرض المقام بهذه المناسبة تابع شروحا مفصلة في مختلف أجنحة المعرض حول طبيعة عمل الشركات العالمية العاملة في مجال البنى التحتية المينائية والمستثمرين المشاركين في هذا المعرض. تنظيم هذا المنتدى الاستثماري تسعى منطقة نواذيبو من خلاله إلى تسليط الضوء على ما تسخر به هذه المدينة من مقدرات اقتصادية واعدة بغية جلب المزيد من المستثمرين من خلال برنامج غني ومتنوع سيمكن المدعوين من اكتشاف فرص الأعمال والاستثمار بمنطقة نواذيبو الحرة. وأمام رئيس الجمهورية وبحضور العديد من المستثمرين الوطنيين والأجانب استعرض رئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة السيد محمد ولداف حصيلة العمل والنمو المضطرد والحركة الاقتصادية التي حققتها منطقة نواذيبو الحرة وتوزيعها على أقطاب اقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية من عمر هذه السلطة، وأشار إلى أن الحركة الاقتصادية والنهضة العمرانية التي شهدتها مدينة نواذيبو تؤكدها الأرقام والمؤشرات التي تم تسجيلها في الفترة المنصرمة، حيث تم استحداث أزيد من 1200 وظيفة عمل مباشرة في المشاريع المعتمدة في منطقة نواذيبو الحرة، وتجاوز حجم الاستثمارات الخاصة 600 مليون دولار أمريكي حتى شهر سبتمبر 2017، كما كانت الزيادة المتوالية في رقم أعمال الشركات المسجلة في المنطقة الحرة مؤشرا واضحا وموضع اطمئنان على جدوائية الرؤية المتبعة لاستغلال هوامش وفرص كانت ضائعة إلى الأمس القريب. المنتدى الاستثماري الذي دامت أعماله يومين حضره 300 مستثمر من 20 جنسية اطلعوا خلال أيامها على المزايا اللوجستية الممنوحة من طرف منطقة نواذيبو الحرة نظرا لموقعها كمعبر ومحطة بحرية متعددة التخصصات. جينا من المغرب هذه السنة في منتدى أنفست نواذيبو أحضرنا آخر ما يوجد في التكنولوجيا العالمية، قمنا بتعديل ويب سايت بآخر تكنولوجيات اللي يقدم معلومات عن المنتدى. أنا صرني أولا أنا أقدم يعني من المستثمرات الأوائل اللي شاركوا في الاستثمارات في المنطقة الحرة ودعم إن شاء الله هو المنطقة في موكب استثمارات اللي في البلد، وكانت تجربة من أحسن التجارب إن شاء الله وما قطعنا رأينا فيها أي عراقيل. Que lleva trabajando en los puertos de Nouakchott y Nouadhibou 15 años. نحن نعمل منذ 15 سنة في موريتانيا. في الحقيقة إننا سعداء بهذه المشاركة الثانية من نوعها في منتدى نواذيبو. نشكر منطقة نواذيبو الحرة على احتضان هذه التظاهرة، كما نشكرهم على دعوتهم لنا باعتبارنا شركاء، ونقدر ما تحقق من إنجازات على مستوى المنطقة الحرة في نواذيبو. المنطقة الحرة تتطور، المستثمرات تجي، نحن نخلق بنية تحتية جديدة، لا ينعد الموانئ جديدة، لا ينعد المطارات جديدة، لا ينعد ياسر من الاستثمارات العامة اللي لها تخلق ثروة حقيقية، وإذا كامل عائد للمواطن. فعلا وجه الله يقل نواذيبو فعلا تطور المنطقة الحرة ما بأخرت ياسر من العمل جبار، نواذيبو اليوم فعلا فتبارك الله تطور الأضواء وتطور ما شاء الله متنظم تماما، إذا فعلا ما كان خالي. وبمؤسستي خليج الراحة عقد رئيس الجمهورية اجتماعا مع عمال وإدارة هذه المؤسسة تم فيه استعراض عمل هذا المرفق الحيوي الهام والمشكلات المطروحة للعمال والحلول المقترحة لها من طرف المعنيين، فضلا عن بحث السبل الكفيلة لتعزيز دورها في الدفع بأنشطة الصيد التقليدي خدمة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة نواذيبو الحرة.
رئيس الجمهورية أدى كذلك زيارة لميناء نواذيب المستقل، حيث عاين المنصة التجارية وحاويات التفريغ قبل عقد اجتماع موسع مع إدارة وعمال الشركة، تم فيه التطرق لظروف عمل الميناء والسبل الكفيلة بتحسين خدماته المقدمة. رئيس الجمهورية خلال زيارته لمدينة نواذيب عقد اجتماعا مع إدارة وعمال الشركة الوطنية لصناعة السفن الموريتانية بقاعة الاجتماعات بهذه الشركة، وخلال هذا اللقاء تم التطرق إلى المشاكل التي يعاني منها العمال، وكذلك دور الشركة في تزويد الصيادين التقليديين بزوارق بمواصفات وجودة عالية. وبمقر قيادة خفر السواحل بمدينة نواذيب، ترأس رئيس الجمهورية اجتماعا ضم كبار الضباط والأعوان والطاقم الإداري بهذه القيادة، وتابع رئيس الجمهورية خلال الاجتماع عرضا حول أنشطة خفر السواحل وتجهيزاتها ودورها في متابعة وتفتيش ورقابة السواحل الوطنية ووسائلها للبحث والإنقاذ البحري ومكافحة الهجرة السرية والتهريب، وجهودها لتأمين المنشآت النفطية وتسهيل الملاحة ومتابعة وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية والقوانين الدولية في المياه الإقليمية. زيارة مدينة نواذيب تميزت كذلك بعقد اجتماع بمقر الإدارة العامة للشركة الوطنية لتسويق الأسماك بمدينة نواذيب مع إدارة وعمال هذه الشركة. وخلال الاجتماع تدارس رئيس الجمهورية مع طاقم الشركة وجهازها الإداري أهم المشاكل المطروحة والحلول المقترحة لحلها وسبل تحسين الأداء وتعزيز مردودية الشركة في الاقتصاد الوطني. واهتماما منه بأداء الشركات الخدمية، أدى فخامة رئيس الجمهورية زيارة لممثلية الشركة الوطنية للماء بمدينة نواذيب، حيث عقد اجتماعا مع إدارة وعمال هذه الشركة. وخلال الاجتماع تدارس رئيس الجمهورية مع طاقم الشركة أهم المشاكل المطروحة والجهود التي تبذلها لضمان تحسين ولوج ساكنة نواذيب للماء الصالح للشرب في ضوء التوسع الذي تشهده المدينة، وما أضافه إنشاء منطقة حرة بها من ضرورة للقضاء التام على نقص الماء وتحسين ضخه في مختلف الأحياء. الجانب الصحي هو الآخر حظي باهتمام خاص خلال هذه الزيارة، حيث عقد رئيس الجمهورية بمقر مركز الاستشفاء للتخصصات الطبية بمدينة نواذيب اجتماعا مع إدارة وعمال هذا المركز، وتجول رئيس الجمهورية في أجنحة المركز واستمع إلى شروح حول تفاصيل عمله والخدمات الطبية التي يقدمها للمواطنين ووسائله لأداء المهمة الموكلة إليه على أكمل وجه. وفي المجال الصحي دائما، أدى فخامة رئيس الجمهورية زيارة لمركز الاستطباب بمدينة نواذيب، حيث تجول في أجنحة المركز واستمع إلى شروح حول تفاصيل عمله والخدمات الطبية التي يقدمها للمواطنين. زيارة رئيس الجمهورية لمدينة نواذيب جمعت بين الحرص على تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني والرفع من جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين بعاصمتنا الاقتصادية. مشاهدينا، ختاما لهذه النشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها. خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من فخامة رئيس الجمهورية. وفي سياق الأنشطة المخلدة لليوم العالمي للرياضة، اللجنة الأولمبية الموريتانية تنظم أنشطة رياضية متنوعة. وفي ملف النشر الليلة تابعتم زيارة نواذيب حصيلة وأفاق. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا لكم على كرم المتابعة، نلتقي بإذن الله في نشرة منتصف الليل، إلى ذلكم الحين في أمان الله.